انا كنت لسه حالا دلوقتي. هو يعني انا انت نفسي اكمل جملة. بابا بابا، لا ما هو بص، هو انت بتدخل، هو ازاي بيدخل في نفس الثانية اللي بمسك فيها الموبايل؟ مستحيل تكون صدفة، أنا لازم أكتشف السر. لو عملنا دراسة تحليلية فيزيائية عن سر العلاقة المجهولة اللي بتربط بين الأب والموبايل، هنلاحظ إن الموبايل بيفرز موجات كهروأبوية غير مرئية، وبعد ما رجعت أبحاث العلماء اكتشفنا إن الموجات دي بتتميز بقوة جذب الأب اتجاه الأيفون بسرعة 35 كيلو متر، أي ما يعادل 3 أضعاف سرعة رياح الفاشية الصامتة. وطبقا لقانون العالم علي اينشتاين، إن لحظة دخول الأب تساوي كتلة الكتاب مضروبة في مربع النسبة العلائية تقسيم نوع الموبايل أس 2، هنلاحظ إن الناتج برضه هيطلع 35. يعني العلاقة اللي بتربط بين الأب والموبايل علاقة طردية، وبكده نقدر نسيطر على الأب عن طريق الموبايل. يعني لو مسكنا الموبايل هيدخل الأب تلقائي، لكن لو رمينا الموبايل في الهواء يتم اختراق السيرفرات الحسية عند الأب ويجيله اللاج، ولو دخلنا على 17 أبلكيشن في نفس الثانية هيحصل تشتت للذبذبات الأبوية ويهنج. ولو حبينا نرجع الأب مكانه هنبعد الموبايل بسرعة 35، هنلاقي إن الأب رجع مكانه بدون ما يجي، وبكده تكون الدراسة نجحت وعرفنا ثغرة الأب، ونقدر نمسك الموبايل براحتنا في أي وقت في أي مكان بدون ما حد.